إبراهيم فراج جزعبي، المملكة العربية السعودية، الرياض، عمر 36 سنة. حبيت أشارك في البرنامج لأنه يعتبر عكاظ للشعر والأدب. الشخص مهما تقدم، مهما صار طموحه أعلى، طموحه وقود الشاعر أو وقود الإنسان بشكل عام في أي مجال يكون. نتمنى التوفيق من الله ونطمع إلى الأفضل مهما كان، حتى ما بعد شاعر المليون. على ضفاف الأماني نظرة الحالمين تيممت قبل لا تعبر الغاياتها، وفي مركب الود بين الشك ولا اليقين، رياح الأشواق تحرجنا بوجهاتها. لو المحبة تلاشى لعرضت كل عين، ما فز قلبي على ناقوس خطواتها، ورغم انجذابي لها ماني بقايل وين، وجيها الأعذار ما سدت غياباتها. غرست لي بذرة في هالغلاء والحنين، وجنيت يا حنظل الصدة مراراتها. لا صارت أرض التمادي تنبت المعرضين، وشلون بستمطر عتابي الساحاتها. سلامت. شاعر بطل إبراهيم. أنا هذا النص أعجبني كثيرا، يعني مترع بالشعر والإلقاء الجميل. يا أخي من يعني زمان ما سمعنا مترع. مترع زين، طلعها الشاعر هذا مترع. مترع ما بتيجي في محلها مترع، هي بلاش مترع بعد. واسمعنا بعد القصيدة تفيض بالإبداع. لا سفنب يعني، هذا مو قصيدة بس مترع فعلا يعني. شو رأي؟ شو رأي؟ رأي كويس. والله أنا رأيي إنه هذا شاعر. الزعبي شاعر بطل. مبدع، وأنا أجيزه بتميز. وأنا أضم جاستي لجاستك يا أبو نزار، مميز القصيدة فعلا يا إبراهيم، وإلقائك لها كان أيضا يعني متفاعل فيه بشكل جميل. يعني شاعر متكامل. الله يبيض وجيهكم. متكامل. شعر. الله يبيض وجيهكم ويجزاكم خير. وإلقاء وحضور. للأمانة للأمانة هذا بعد فضل الله لكم أنتم، أنتم عكاظ الأدب وعكاظ الشعر، وأنتم من أحييتم نظرة الناقد لدى الشاعر أمانة. شكرا يعني. شكرا على الإشادة. بارك الله فيك. حي الشاعر اللي يستفيد، يسمع ويستفيد ويتعلم ويطور نفسه. والله فعلا نعم مجاز. وتنتقل المرحلة التالية. إبراهيم شكرا لك. الله خير.